سر في شوق يهبل مش في ابو سنه. شوق؟ وايه دخل يا حاج شوق بالحوار ده؟ شوق شوق هي ترياء ابو سنه، هي اللي قفشه سره وملوده وراها، وهي اللي مالت مخه وجابته لحد عندنا هنا، وهي اللي هتجيب اجل خميس. بس خميس مش هيديها فرصه. ها؟ وانت ايش عرفك؟ متهيألي يعني انه مش سهل وهي يعني ما ينفعش. اللي يسمعك كده يقول انك تعرفيه كويس. انا؟ وانا اعرفه منين؟ يعني انا بسمعكوا بتتكلموا. بنت يا سوريا. ايوه يا معلم. نعم. بنت ظبط الحجر قبل ما يفحم. حاضر. اهو يا معلم. مالك يا مطر؟ ما تقعدي. بدينانه ولا ايه؟ لا اصل انا تعبانه، هخش انام، دخت من لف طول النهار. تصبحوا على خير. لا. عاوز مني حاجه تانيه يا معلم؟ لا خش نام انت كمان. طب بالاذن. مراتك الايام دي رجلها خارت على الخروج. عادي يا حاج، بتنزل تتسوق. انت عارف بقى مخ الحريم. ايوه، يبقى اسالها كده وشوف هتقول لك ايه، وبقى تعالى قول لي. ليه يا حاج؟ انت قلقان من حاجه؟ اسالها الاول بس. هو ايه ده اللي احنا هنعيده يا مطر؟ شغل السين والجيم والاسئله الكتير. هو ايه؟ مش ربنا بقى كان تابع علينا ولا ايه؟ هو انا مش جوزك؟ هو انت مش على ذمتي؟ هو انا مش من حقي اعرف كل كبيره وصغيره عنك؟ مش بالتحقيق والصوت العالي يا روح مطر. هو انا مطر لما اسالك رايحه فين وجايه منين؟ اما انا كده بحقق معاكي؟ وبعدين لسه ما عليتش الصوت. يعني كمان لسه هتعلي صوتك؟ يوه، ما انت لو كنت جاوبت من الاول كنا خلصنا. افهم بقى، شك ده يعني ولا غيره؟ يعني ايه؟ يعني لو شك مش هرد عليك. نعم. تقدر تخلي واحد من البغال اللي انت مشغله يراقبني في الراحه والجاي ويقولك انا بروح فين وباجي منين. مطر، بقولك ايه؟ ما تخلينيش. انما بقى لو كانت غيره هاخدك من ايدك كده وهديك هدف. دولاب؟ وايه دخل الدولاب بالكلام اللي احنا بنتكلمه ده؟ متبقاش عصبي بقى وحنبلي كده، اصبر شويه. ايه رايك؟ ايه هو؟ اصل انا يا حبيبي فكرت، لقيت ان احنا من يوم ما اتجوزنا ما دلعتكش ولا عملت لك اي حاجه تحبها، فكل يوم كنت انزل الف وادور عشان اجيب لك حاجه تبسطك. ايه رايك بقى يا روحي؟ وانت تعرفي برضه يا مطرة ان براء النوح يلبس اللون ده؟ وانت اللي هتلبسه يا حمار. امسك. وطبعا انت شربت الكلمتين وبلعت الكام قميص نوم. ايه اللي انت بتقوله ده يا معلم؟ ايه اللي انت بتقوله يا حمار؟ جرى يا حاج في ايه؟ حد يسمعنا عيب، احنا مش في البيت برضه. ومسال نوم ايه دي يا دي اللي بتخرج لها كل يوم والتاني؟ مراتك متغيره، شوفها مالها؟ جرايا يا حاج في ايه؟ انت هتسيحلي ولا ايه؟ شغلتنا دي لما تحس بحاجه غريبه لازم تعصرها، تحلبها لغايه ما تجيب لبطنها. بصراحه يا معلم انا شايف انك مكبر الموضوع حبتين. بصراحه بقى انا اللي شايف انك مكبر دماغك حبتين وتلاته لحد ما هتلبسنا في حيطه. يا واد اتعلم، اتعلم بقى. أنا لو عملت زيك كده كان زمان سوريا دي سلمتنا للحكومة تسليم أهالي. شفت؟ شفت الفعل المنيل؟ شفت؟ إنما أنا لما حسيت منها بحاجة غريبة اتدبقتها لحد ما هرشت وسخت أمها. استعملتها لصالحنا. وأنت برضه يا حاج هتجيب مطرة زي سوريا؟ الاتنين نسوان.
لدغتهم والقبر. الله يرحمك يا غريب يا ابني.